القهوة من وقت حاب قهوة من تاريخ العاب هيا من بعد هيا نلعب هيا نشاهد كل جديد. ازيكم يا اصحابي؟ ازيكم اصحابي عاملين ايه؟ ايه ده، هو فادي وهادي قاعدين ليه كده؟ استني كده تعالي اما نجيب وشهم. ايه ده، ده في وراهم حاجة. ايه ده، دي طيارة دي ولا ايه؟ طيارة. شكلها جميل خالص. الطيارة دي بتاعت الجيش، كنا جبناها قبل كده. بصوا يا اصحابي عاملة ازاي، شكلها جميل خالص. بصوا جميلة خالص ازاي. عايزين طيارات تانية. عايزين طيارات تانية يعني يجيبوا طيارات تانية. طب انتي عارفة النهاردة احنا قلنا عشان ما يتشكلوش على الطيارة دي هنجيب له كل واحد طيارة تانية. بس شكل دي شوية يعني. طيب فادي عاوز طيارة لونها ايه؟ أصفر. ازرق. ازرق. عشان هو لابس هدوم لونها لبني كده، فعاوز طيارة لونها لبني، فجبنا له طيارة لونها لبني. تاتا، بصوا يا اصحابي شكلها جميل ازاي. وفادي عايز طيارة لونها ايه؟ ابيض. بصي تاتا، جبنا واحدة لونها ابيض. استني اوريها لاصحابنا. شفتوا يا اصحابي الطيارات جميلة ازاي؟ انا خدت بالي من حاجة. بصي ايه؟ دي فيها واحدة بس ودي فيها اتنين. البتاعة اللي طالعة ورا دي عشان تخليها تطلع لفوق، عارفة دي بتخليها تعمل ايه؟ وهي طايرة كده، لو الطيارة عايزة تطلع لفوق بيعمل كده، فدي اللي تخليها تطلع لفوق كده. فاهمة؟ البتاعة دي ودي. ودي تخليها تطلع لفوق برضه. يعني دي فيها واحدة بس الزرقاء والبيضة، ودي فيها اتنين، بس مش مشكلة يعني. بس دي حجمها أكبر شوية صح؟ بصي كده الزرقاء والبيضة أكبر من الخضرة دي شوية، بس نفس الطيارات دي بتاعت الجيش برضو. عارفة دي طيارات الجيش برضو. ده جمال خالص. أنت عارفة فادي عمال يقول إيه؟ طيارتي هي اللي هتكسب، وهادي برضو يقول طيارتي هي اللي هتكسب. هتكسب ايه صحيح؟ مش عارف. ممكن ده يعملوا سباق ولا ايه؟ السباق بين الطيارتين؟ الله، طب ما تيجي نشوف كده مين اللي هتسبق فيهم. انت هتاخد دي. لا انت اعملي الاتنين مع بعض ونشوف. تعالي نرجعهم ورا شويه كده وشوفي. فادي عمال يبص على الطياره بتاعته وفاكرها هتكسب. استني كده، يلا اعملهم جنب بعض كده. ها، واحد اتنين ثلاثه. الزرقاء هي اللي كسبت بتاعت هادي. طب بصي بقى، انا هجيبهم. هادي زعلان؟ فادي ولا هادي اللي زعلان؟ فادي. عشان طيارته خسرت يعني. طب بصي، واحد اتنين تلاتة. يا ترى الاتنين جايين مع بعض، محدش كسب. وبعدين بقى دي كسبت. دي كسبت؟ لا هما داخلين مع بعض، انت بس رجعت دي شوية. استني كده، بصوا يا اصحاب الطياره دي بتطير ازاي. تعالي كده ما نوريهم الاول بتطير ازاي. انتوا عارفين بقى هي بتمشي كده. استني، بتمشي كده الاول شويه من هنا. ثواني ثواني، شيلي ايدك انت كده. بتيجي الاول بتمشي كده شويه شويه شويه، وبعدين تقوم طالعه فوق وتطير كده. ولما بتيجي تنزل برضه بتيجي من فوق كده وتقوم نازله بالراحه بالراحه. لو نزلت كده هتخبط في الارض، فلازم بتنزل ايه وهي نازله، نازله كده وتنزل بالراحه كده. بس طبعا بتبقى جاي من بعيد وتنزل كده، تقوم نازله كده. فهمتي؟ الله، بس جميله قوي الطيارات دي. انت عارفه هي بتنور ولا ايه؟ الحاجات دي شكلها زي ما تكون بتنور كده صح ولا ايه؟ شكلها مش بتنور، انا فاكرها كانت بتنور ولا حاجه. وعارفه فيها صواريخ من هنا طبعا كده وكده يعني. يا اصحابي شفتي كام صاروخ؟ واحد اتنين، وفي صاروخ صغير هنا في الطرف من هنا، يعني ثلاثه، اتنين كبار وواحد صغير، ومن هنا برضو اتنين كبار وواحد صغير. طب انت عارفه الطياره الخضراء دي كان فيها كام صاروخ؟ فيها ثلاثة برضه، بس كبار، ثلاثة كبار، مش واحد صغير واتنين كبار، يعني كلهم قد بعض تقريبا. شفتي؟ واحد اتنين تلاتة، والناحية التانية واحد اتنين تلاتة، يعني كام؟ تلاتة وتلاتة كام؟ ستة. ستة. دي عندها ست صواريخ، ودي عندها برضه ست صواريخ، بس احنا قلنا ان فيهم ايه؟ اتنين من هنا صغير، واحد من هنا واحد من هنا، اتنين صغيرين، والبيضة كمان زيها عشان هما الاتنين زي بعض بالظبط. اصحاب. اصحاب، طيارات اصحاب. بس شكلهم جميل خالص، عاجبني قوي قوي قوي. هم عاجبينك انت كمان ولا ايه؟ زعلان. زعلان ليه؟ عشان الطياره بتاعته خسرت. طب تكده نعمل كده سباق مره واحده كده، هنشوف البيضه ولا الزرقاء اللي هتكسب. يلا كده وريني. ها، البيضه كسبت شويه، طالعه شويه قدام ازاي. هي اللي كسبت اصحابي، هي اللي كسبت، طالعه شويه. بقى مبسوط خلاص. زعلان. لا، ما هما الاثنين بقى مبسوطين عشان دي كسبت مره ودي كسبت مره. استني كده ما نشوفهم زعلانين ولا ايه. لا مبسوطين اهو. الحقيقه الطياره سابتهم وجرت.
الله بصي، واحد اتنين تلاتة، جايين مع بعض برضو، محدش كسب. ماري وهادي كسب. ها يلا الله، انت عارفة الطيارات دي جميلة قوي. استني كده، هي مش بتقف كده؟ ايه ده؟ الحائدة وقفت. بصوا يا اصحابي بتقف ازاي؟ استني كده، استنى. ايه ده؟ انت عايزة دي هنا ودي هنا يعني؟ يلا تعالي تقفيها كده. ها بصي يا اصحابي، لا خليها بالراحة، اعمليها بالراحة وهي تقف. ها شاطرة بالراحة، ايوه. بس شفتوا اصحابي واقفة ازاي؟ الله، ده بتعمل حاجات جميلة الطيارة دي، يعني هي بتعرف تقف كده. انت عارفة هي ممكن تطير برضه وهي كده تقوم طالعة كده. الله، وتعدل نفسها طبعا، هي بتطلع كده لفوق وتقوم عدل نفسها كده، بس جميلة خالص. استني كده، ده رايحة عند صاحبها، رايحة عند هادي. الله، والتانية كمان هتنزل، برضه راحت عند صاحبها. حلوة قوي قوي الطيارات دي. انت عجبك انهي بقى؟ عجبك الزرقاء ولا البيضة؟ البيضة؟ انا عجبني الزرقاء. واصحابنا بقى هنشوف هيكتبوا لنا في التعليقات ايه اللي هيعجبهم. ماشي؟ ماشي. ايه ده؟ الحقي. ايه ده؟ ده السحلفة الكبيرة دي جت عشان تتحداهم. انت عارفة السحلفة دي كل لما بنجيبها بتكسب اي حد. تفتكر هتكسب الطيارات دي ولا مش هتكسبهم؟ تكسبهم طبعا، بس في حاجة جاية. استني بقى، عشان فاكرة السحلفة دي اللي كانت اللي كنا بنفكها بالمفك والحاجات الجميلة دي، وبنتها كمان على ظهرها. اقول لهم حاجة. طب ثانية واحدة، انت عارفة هي جايبة بنتها على ظهرها ليه؟ عشان تشجعها، عشان تخليها تكسب. بس دولت بقى كمان في بنتهم، ولادهم يعني، هيجوا يشجعوهم. مين بقى؟ مين يا ترى؟ مين؟ تعالي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ الطيارة النونو، الطيارة النونو جت تشجعها. وفي واحدة كمان، الحقي. لونها. وفي واحدة كمان، ده تلاتة. شفت التلاتة النونو دول هيشجعوهم. دول ولادهم؟ باباهم ومامتهم دول صح؟ مين باباهم ومين مامتهم؟ دي مامتهم وده باباهم. يا ده باباهم ودي مامتهم؟ ماشي. طب ده ولد ولا بنت؟ ده ولد. ولد. ودي بنت ولا ولد؟ بنت. ودي بنت ولا ولد؟ ولد. ولد، يعني اتنين ولد وواحدة بنت. بصوا يا أصحابي، عندنا واحدة بنت واتنين ولاد. ولد كمان. والسحلفة النونو دي ولد؟ ودي بدر وباباها. ده باباها؟ ماشي. طب بصي بقى، احنا هنخلي النونو دول يقفوا في جنب كده عشان يتفرجوا عليهم، يشجعوهم كده، يقفوا هنا. ماشي. طب هي هتسابق بقى الطيارة البيضاء الأول ولا الزرقاء الأول؟ الزرقاء. الزرقاء الأول؟ ماشي. يا ترى يا ترى بقى مين اللي هيكسب؟ السحلفة ولا الطيارة الزرقاء؟ الطيارة. طب يلا، واحد. ها السحلفة. واحد اتنين تلاتة. ايه ده؟ الحق ده السحلفة مشت بعيد. ايه ده؟ ودي كانت عايزة تحصلها، بس هي السحلفة كسبت خلاص. السحلفة كسبت خلاص يا أصحابي. يعني أنا بحب السحلفة. طب استني، هي كسبت السحلفة؟ طب تعالي نخلي تسابق البيضة كده. هات الطيارة دي لما نشيلها هنا. يلا، واحد اتنين تلاتة. الحق برضه كسبت الطيارة البيضة. ينفع كده؟ ده كسبت كله، كسبت البيضة وكسبت الصغيرة. طب انت عارفة بقى هنجيب لها الطيارة دي، نشوف بقى مين اللي هيكسب. ماشي؟ تفتكري مين اللي هيكسب فيهم قبل ما تبدأ؟ دي اللي هتكسب؟ طب استني كده، يلا، واحد اتنين تلاتة. يلا. كسبت. ده السحلفة لسه واقفة مكانها ولا ايه؟ يلا يا سحلفة بسرعة امشي، برضه كسبتك خلاص. دي اللي كسبت يا اصحابي. دي شطورة خالص. طب انت عارفة بقى ايه الطيارة النونو ده؟ ها هتلعب دي. تيجي يلا نشوف مين اللي هيكسب. يلا، واحد اتنين تلاتة. ده كسبت وراحت عند فادي وهادي هنا. ده جميلة خالص. يعني احنا عندنا طيارات كبيرة وعندنا طيارات صغيرة. استني بقى، عشان السحلفة عايزة تسلم عليكم يا اصحابي، عشان عندها مشوار. هتقول لهم ايه؟ اشتركوا معانا. لا، هي هتقول لهم عشان حاجة، عشان تمشي هي، وهنكمل احنا الفيديو بتاعنا. بتقول لكم باي. يلا، قالت لكم باي اهيت يا اصحابي، وهتمشي هي عشان عندها مشوار. بس احنا بقى لسه معانا الطيارات الجميلة دي. حلوين قوي قوي يا اصحابي. شفتوا بقى الطيارات بتاعت الجيش دي، اللي هي بتاعت الجيش، اللي بتطير دي. شفتوا عندنا واحد اتنين تلاتة كبار وتلاتة نونو، تلاتة صغيرين. الله، احنا عندنا على فكرة الصغيرين دول عندنا منهم كتير، نبقى نجيبهم لاصحابنا نوريها لهم ولا ايه؟
ماشي، نبقى نجيب لكم اصحاب الطيارات النونو اللي هي بتاعه الجيش دي تشوفوها. بس شكلهم حلوين قوي دول، الله عاجبني قوي النونو دول. وانتي كمان؟ شفتي هادي عمال يبص عليهم ازاي؟ عاجبينه هو كمان باين ولا ايه؟ طب استني بقى، هي دي ليه مش بتقف كده زيهم؟ مش بتعرف. ما عندهاش الحته اللي ورا ديت. شفتوا اصحابي، دي عندها دي كده، فممكن تقف كده. شاطره تخلص الطياره دي. ودي كمان بتعرف تقف. طب بقول لك ايه، اساميهم ايه الطيارات دي؟ مش هقول لك. بيحب اللون ده. هو بيحب اللون الابيض ده. وفادي بيحب اللون ده. وفادي بيحب اللون ده. طب بقول لك ايه، دلوقتي هنقول ايه لاصحابنا؟ انت بتحب البيضة؟ طب يلا قولي دلوقتي هنقول لهم ايه. انا قصدي انت بتحب النهيدي. بحب الزرقاء دي. وانت تحب البيضة؟ طيب هنشوف اصحابنا يقولوا لنا في التعليقات. فادي بيحب دي. طب اصحابنا بقى في التعليقات هيقولوا لنا بيحبوا البيضة ولا بيحبوا الزرقاء ولا بيحبوا الخضراء؟ البيضة ولا الزرقاء ولا الخضراء يا اصحابي؟ ماشي؟ ماشي. يلا، وانت كمان انت قلتي لي، انت خلاص قلتي لي صح، قلتي لي انت تحب البيضة دي وانا قلت لك انا بحب دي، صح؟ طيب دلوقتي بقى هنقول ايه لاصحابنا؟ باي. لا احنا في حاجه هنقولها. كمان بس شوفوا ساعات اكتر حاجه هتكون النهارده. طب على فكره فادي عايز يقول لهم. يلا ها، اشتركوا معانا كمان. لا يا فادي اللي يقول لهم بصوته. اشتركوا معانا كمان، ما تنسوش كمان ساعات اكتر حاجه هتكون النهارده. فادي بيقول لكم يا اصحابي اشتركوا معانا في القناه، وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات التيارات الجميله دي عجبتكم ولا لا، وهتقولوا لنا اكتر طياره عجبتكم ايه فيهم. ماشي. وكمان يا اصحابي ما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، عندنا حاجات جميله قوي 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 والعاب كتير هتعجبكم خالص. وكمان يا اصحابي ما تنسوش تبعتوا الفيديو الجميل ده لكل اصحابكم عشان يشوفوه. ودلوقتي هنقول لهم ايه؟ باي يا اصحابي. باي باي. شفت احنا بقى حطيناه في الفريزر وطلعناه، وفادي وهادي عاوزين ياكلوا ايس كريم بسرعه. طب تعالي كده نطلعه. شوفوا احنا في اللي قدام دولت احنا فضيناهم تاني ومليناهم جيلي كولا كتير للاخر عشان يبقى الشكل باين كده. بصوا يا اصحابي شكله عامل ازاي. الله، ها جميل. طب يلا هاي، ها ماشي نحطها كده. الله شفتوا جميل ازاي. تعالي كده نجيب واحده من اللي ورا نلفهم كده. استنى نجيب دي كمان نوري لهم دي اهي. شفتوا جميله ازاي؟ طبعا بتاخد اشكال كتيره. استني. دي طبعا فيها الوان شويه بس، وتقيله ازاي عشان الجيلي كولا اللي كنا حاطينه هنا كان ملون، انما التاني حطيناه اللي هو كان لون واحد بس يعني، فما عملش الوان كتير. فاحنا لو عملناه ملون كتير هيعمل لنا الوان جميله قوي. تفتكري الايس كريم الجميل ده يعجب اصحابنا ولا لا؟ ودي كمان. حاضر اهيت. الله جميلة خالص. شوفي بقى، تعالي كده ايه نأكل فادي وهادي كده وكده يعني. بس طبعا احنا ممكن احنا ناكل